معي في الاستوديو الكاتب والباحث الدكتور احمد السيد عمر. حياك الله استاذ احمد. الله يحييك بارك فيك، اهلا وسهلا. حدثني عن تجربتك مع معرض الكتاب في الرياض هنا. طبعا الحمد لله رب العالمين، المعرض الدولي للرياض للكتاب طبعا 2024 طبعا يعتبر يعني نقول قفزة ثقافية أدبية في عالم القراءة، كما نقول في المقولات الرياض تقرأ والمملكة تقرأ والوطن يقرأ ونحن أمة أقرأ، فهذا دل بدل فعلا على رؤية المملكة 2030 على نشر ثقافة القراءة، نشر ثقافة الكتاب فعلا، فهذا أمر جيد جدا، فبدل على نشر الثقافة في المملكة العربية السعودية، الكبير يقرأ والصغير يقرأ والشاب يقرأ والبنت تقرأ والكل يقرأ ولله الحمد. طبعا مثل ما تفضلت حضرتك، لي تجربة أنا تقريبا 5 سنين كل سنة عندي إنجاز 3 كتب بوقع على منصة مع معرض الكتاب الدولي. جميل. بكرة إن شاء الله عندي توقيع كتب، طبعا كتب في مجال الإدارة والقيادة والاقتصاد. جميل. فهذا المجال طبعا يؤدي إلى التنمية الثقافية والتنمية المستدامة، التنمية المستدامة، وهذه رؤية المملكة العربية السعودية، رؤية ولي العهد الأمير سمو الأمير محمد بن سلمان الذي دعم الشباب بالقراءة والثقافة وقيادة المشاريع. ففعلا مثل هذه المعارض الدولية تغني وتثري المجتمع والوطن والتنمية الاقتصادية، ففعلا هذا الشيء يعتبر تظاهرة ثقافية في المملكة العربية السعودية، وفي إقبال لا يعني لا تنسى أستاذي الفاضل، أكثر من 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 100 دولة مشاركة الآن في هذا المعرض الدولي من كافة أصقاع الدول. شكرا جزيلا الدكتور أحمد سيد عمر، شكرا لك.